علاقتها بالشاشة مفتوحة الاحتمالات بين تقديم البرامج بأسلوب مختوم بالرقي وتمثيل أدوار الدراما باسم كل مرة بيلمع بالنجاح. خطواتها محسوبة على الرغم من تنوع اهتماماتها. هي الإعلامية اللي بتقدر تحكي فن وسياسة وموضوعات اجتماعية، وهي صاحبة الأداء الهادي مع لمعة حب للكاميرا اللي ما خذلتها ولا يوم. على كرسي ناس وناس الليلة هيام أبو شريك. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. شكرا. مسرور كتير بهاللقاء، انت بتعرفي معزتك عندي ومحبتي لإلك. تسلم. والليلة ان شاء الله هيك اتوفق بهالحوار انه اكتشف يمكن جوانب جديدة او هيك امور بحب انه الناس تعرفها عن هيام ابو شديد. انا سعيدة ان اكون معك ميلاد. اول فقرة رح نحكي فيها هي بعنوان كيف. هيام، بدي تفسري لي كيف هاللمعة الحب يلي بعيونك للكاميرا من وين بتجي؟ ولا مرة غير ما لما طليتي على الشاشة حسوا الناس انه عيونك عم تلمع. في لمعة كانت كمان يمكن حتى اقرب من البث. من وين؟ بيقولوا انه مية العين انا ورثتها من والدي الله يرحمه الشاعر ايليا ابو شديد. عن جد وقت كنت اقدم السجل الفني يقولوا لي انه عينك بتلمع كتير مثل ما كان والدي وقت بيطلع او بيكون عم بيقول شعر عينه كتير تلمع. هلا بيقولوا في مية عين، وفي طبعا العين بتعكس النفس، يعني وقت الواحد بيكون سعيد فرح بتبين بين الفرح بعينه، اذا كان عم يتفاعل ببين، اذا كان موجوع بتبين العين فاضيه وحزينه، يعني بالنهايه هي مرآة ويمكن بتعكس الداخل يلي موجود بالواحد. يعني بتتقصدي هيام انه كمان حتى تكسري حاجز الكاميرا، يعني الناس بيشوفوكي قريبه لدرجه اقرب من البعد يلي بيننا وبين الكاميرا، بتتقصدي يعني انه هالقد تخرب البث حتى؟ لا، ما بتقصد شيء، يعني بحاول قدر الامكان اكون نفسي، بس اكيد علاقتي مع المشاهدين علاقه حب، يعني بحبهم، والا ما بقدر اعمل شيء ماني مقتنعه فيه، ما بقدر انطق بشيء ماني مقتنعه فيه، ما بقدر اوصل فكره ماني مقتنعه فيها. مشان هيك عده مرات رفضت برامج، رفضت مواضيع، رفضت ضيوف، يمكن اوقات نادرا ضيوف، بس انه حسب شو طلع يحكي. بس بتذكر انه كان يقول لي المخرج سيمو أسمر والمعد الله يطول بعمره، لأنه أنا بعتبر أنه هو كمان كان مدرستي بالستوديو الفني. يعني أنا مثل هالهوات اللي بلشت معهم، صحيح كنت وقتها بإطار التقديم، بس كنت مثلهم عم بعمل أول خطوات لإلي بعالم الإعلام وتقديم البرامج. كان يقول لي بس تطلعي بعدسة الكاميرا، لأن أنت معودة على خشبة المسرح كوني أنا ممثلة بالأساس وتحصيل العلمي جاي من غير عالم. يقول لي ما تنسي أنه في لو في العالم قاعده ببيوتها عم تطلع فيك هيام، انت عم بتفوتي على بيتهم. هيدي الكلمه وقت قال اياها سيمو انه حسيت انه كل مره بتطلع بهالعدسه بتطلع بهالكاميرا انا قاعده ببيت حدا وبدي اعمل قيمته. يعني عيب الواحد يكون قاعد ببيت حدا ويكون قليل المربى او مقفط عليه او معصب عليه او عم بنقله لقلقات وجقجقات. فكنت كون انا كل مره فوت بهالبيت، لانه لازم كون على قد مستوى هالعالم اللي عم بيأتمنوا يعني علينا وعم بيفتحونا بيوتهم تنفوت لعندهم. عم تحكي عن هالعلاقة، إذا بدك عن علاقة الاحترام بينك وبين المشاهد، ويلي ما في اثنين بيختلفوا عليها بينك وبين المشاهد، بس تاني كيف لكان بهالحلقة، كيف عم تشوف الشاشة اليوم وأنت بتدرس الأخلاق الإعلامية بالجامعة للطلاب، كيف شايفتيها للشاشة؟ فيها من هالعلاقة المودة والاحترام؟ بتوجع كتير. بقول لهم أنا الإعلام بالنهاية والشاشة هي مرآة عن المجتمع، مجتمعنا مريض، إعلامنا مريض، يعني عم بيحاول يعكس صورة سلبية، وأغلب الأوقات أصبح السلبية هي الأساس، والأخلاقية بالإعلام واحترام الآخر عم بتصير شواذ، يعني قلبوا المعادلة المقاييس. ما في شك إنه صار في استسهال لنوعية البرامج، صار في قلة مسؤولية، يعني عم نسوق لصورة عم بتكون سلبية كتير لمجتمعنا، عم بتكون سلبية كتير للمشاهد، عم بتكون سلبية كتير للضيوف يلي عم بيستقبلون، عم بيركبوا أوقات برنامج
على فكرة لقلقة. صديقنا طارق سويد كان عنده برنامج اسمه لقلقة، قلت له نقيت العنوان الغلط بالمضمون الصح لأنه كان برنامجه كتير جميل طارق، وكان بالعكس عنده كتير من الاحترام والحميمية الجميلة اللي كان للأسف حط العنوان الغير مناسب. يمكن ربما يمكن لا يجذب أكتر ما كان لأنه صح. لا هو بعدين ندم طارق، تعرفوا طارق عنده طيبة كتير حلوة هو. فإيه بتوجع الشاشة حاليا والبرامج اللي عم تمرق على الشاشات، معالجة الأخبار، كل شيء عم بيحيطنا فيه، ثقافة الاستصغار، ثقافة العنف والتعنيف. العنف والتعنيف، نعم، عنف على التلفزيون وتعنيف أي شكل من أشكال العنف، من كل بطريقة الحكي، بطريقة قلة الاحترام يلي موجودة بالأخبار يلي منشوفها، وقت اللي بصير يعملوا مثلا زوم إن على إيد مبتورة أو على جسد دامي أو مصارين طالعة من البطن. تاني يوم اسأل الناس شو شفتوا بالأخبار، ياي شفت هيدا يلي مفزور بطنه هيك بيستعمله، لأن هيك بيكون حسوا الصورة. بتقله وين هيدا؟ بسوريا. بقلك ما بعرف، تخكم بسوريا هي ولا بالعراق؟ يعني راح الخبر، الخبر الأساسي اللي مفروض يوصل للمشاهد ضيع هويته، صار الوجع يلي شافه والصورة الغير محترمة ومحتشمة لهالإنسان الميت أو لهالشخص يلي صارت هي أقوى. ومين قال لك أنه هو حابب؟ مين قال لك أنه هذا الإنسان أنت ما لازم تحترم كمان جسده وتحترم حالته يلي هو فيها؟ حتى ما بيحطوا موزايك على الوجه، بيفرجوك أوقات الشخص رجدين فيه على الطوارئ ومبين مين هو. مين قال لك أنه هو حابب يطلع بهالصورة؟ طب عم درست الطلاب بالجامعة أيام الأخلاق الإعلامية، رح يقدروا يعتمدوها؟ وإذا كان عندهم أخلاق إعلامية رح يلاقوا شغل؟ لازم يلاقوا شغل، وطبعا لازم نضل نحن فشروا انه يغيروا لنا قناعاتنا ومواقفنا. وهذا اللي بضل بقوله، انه نقوا الطريق الاصعب ولو كانت الطريق وعره، وما تخلوا حدا يجركن على عالمه، يعني يوقعك بعالمه، انه يصفي يكب لك صناره حتى انت تمارس هالدعاره الفكريه او هالدعاره الاعلاميه. دعاره طبعا دعاره. وهذا اللي بقوله دائما للطلاب، بقول لهم في خيار بدكم تعملوه، ما فيكم تكونوا من وقت لوقت انسانيين مسؤولين عندكم قناعات ومن وقت لوقت تغيروا، لان هيدي يا خيي بتدخل لي مصاري. اذا انت عم تمارس دعاره انسان طبعا يعني انه وقت السيده او فتاه او امراه اوقات بتمارس دعاره لانه بتبيع جسدها كرمال المدخول المادي، انا بكون عم بمارس نفس الدعاره وقت اللي انا بقوم بعمل او باعلام او بفكر بيعه كرمال يا خيي انه هي بتدخل لي مصاري. فاذا انا كمان عم مارس دعاره. دفعتي يعني ثمن هالقناعات ايام على الشاشه؟ دفعتي يعني؟ يمكن ما بعرف اذا دفعت، يمكن انه اوقات كثير توقف برنامج او طلب منك مثلا تقديم بعض برامج رفضتي. أي طبعا تعتبري كمان هذا كان نوع من تسكير ابواب، لانه نوعا ما كان هيدا المعروض. ما عندي مشكله، انا بالنسبه لي هيدا الباب من الاساس منه باب، هيدا حائط مسدود، يعني منه باب تيكون تسكر بوجهي، عرفت علي؟ انه وقت بده ينطلب مني اقدم برنامج عن التبصير مثلا وقاموا لقيامي كيف ما قدمته وللاسف انه انحكى فيي بطريقه مشينه على الاذاعه، انه مين هيدي؟ مين مفكره حالها؟ ما مفكره حالي حدا، انا كل شيء مفكره حالي اني انا انسانه عندي قيم بالحياه، هيك ربيت، هيك ربيت ولادي، وهيك بدي استمر. ما رح اطلع عنها لو بدها تكلفني غالي. شو هو الغالي اللي بكلفني؟ بفتكر انها تتسكر الابواب بوجهي بتكلف اقل من اني وافق انا ساوم على قناعات عندي اياها، هونيك انا بحس انه ساعتها تسكرت الابواب الحقيقيه بوجهي. في كثير كيفات عم نسميهم كيفات بالبرنامج نسالك اياهم، بس كيف الانسان بيقدر ينجح بتقديم نهاركم سعيد وجدل واستوديو الفن وبرامج هلا مؤخرا حوارات سياسيه مع 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 رجال، يعني مع قيادات حروب وايمان لبنانيه بنفس النجاح؟ كيف؟ بنفس النجاح ان شاء الله. بقناعه بفتكر انه لازم الركيزه تضلها ثابته، مشان هيك الواحد بينجح. مثل ما انت بتشتغل اذاعه وبتشتغل بعده مجالات وبتشتغل بالتقديم وركيزتك بعدها هي، يعني ميلاد بصمته ميلاد، يعني ما عم تتغير مثل الحردون من برنامج لبرنامج او من محطه لمحطه. بالنهايه الواحد لازم يكون عن جد عنده قناعات ثابته وما يساوم عليها. لو كان عم بيعمل برنامج ترفيه
في يعملوا بطريقه لذيذه. نحن مش ضد الضحك ولا المزح ولا الفراشات الجميلات اللي بيقدموا برامج خفيفه. الحياه بحاجه والشاشه بحاجه. كنا عم نقول انه هي مراه المجتمع، بحاجه لكل هالانواع من البرامج، ولازم يكون في برامج خفيفه يقدر الواحد يتنفس فيها، يضحك، ينبسط، يفرح. بس حتى بالضحك لازم يكون في احترام للمشاهد اللي عم تتوجه له. مشان هيك بفتكر انه بضلني ثابته بقناعاتي. بعد شوي حنحكي اليوم هيام على اي شاشه او على كل الشاشات، رح نتركها لبعد شوي، لانه يعني وهيدي كمان ترسم علامه استفهام حلوه جميله حاسالك عنها بعد شوي. بدي انتقل لفقره ثانيه. نعم. شهادات. نعم. بدهم يعني جمعنا شهادتين ليحكوا فيك. رح نسمعهم. اول شهاده رح نسمعها. يا صديقتي، والله سألوني تخبر شي خبرية مرقت علينا نحن وصغار، وانت بتعرفي ذاكرتي عادة ما بتخوني، بس هالأيام فضلت انه كل شي انت قد ما شفافة كل الاشياء خبرتيها وقلتيها، صارت كل الناس تعرف كل شي عنك. بقى انا رح اقول كلمة انه يمكن في شغلة الناس ما بتعرفها عن هيام، انه هيام الشهرة ما غيرتها ابدا، ضلت تتعامل مع كل أصحابها أو العالم اللي حواليها بذات الطريقة. وكلمة أخيرة بدي أقولها إنه هي صحيح يمكن الفن ما عطيك حقك ولا بالتمثيل ولا بإنك مقدمة كتير جيدة ومعدة برامج كتير جيدة. أنا بحبك كتير. Thank you حبيبتي. صديقتك. ميمو صديقة الطفولة هي. كنت أنا وياها على فرد بانك لأنه كنا أقصر اثنين بالصف. كنا نقعد أول صف وكنا على نفس البانك. وميمو بقيت يعني هيدي الصداقة يلي بتعطيك ثوابت بحياتك، يعني هيدي من الركائز يلي ما فيك تطلع منها مثل ما فيك تطلع من أهلك، لأنه وقت اللي بتنوجع بتلتجي لأشخاص مثل ميمو أبو عقل يلي هي صديقة وفية حميمة بتعرفني بأبشع صور ممكن تشوفها. يعني بتعرفني مثل ما هيام بتعرف حالها. سهل انك تشوف حالنا لأصدقائنا هيام بالحياة بدون ما تحس، لأنه بيكونوا هن كمان ناس شفافة. أنا بعرفها كمان مثل ما هي بتعرفني. منحذر بعضنا، منحس ببعضنا، وهيدي شغلة كتير مهمة. هي عم تقول انه انا ما تغيرت، وهي ما تغيرت. يعني هي بتقول انه الشهره، بس الشهره شو يعني؟ يلي بيقتل اولاده كمان بينشهر. اكيد يلي بيرتكب جرم بيقتل اربع اولاد او بيغتصب ولد او بيقتل امراه عمرها 75 سنه، هيدا كمان بينشهر، بتحكي عنه البي بي سي والسي ان ان والايرو نيوز والال سي اي وكل المحطات بتتناوله، بينشهر اكثر مني ومنك. يعني شو معناتها الشهره؟ يعني مجد باطل وكاذب. يعني هي كمان ضليعة بشغلها، هي يعني فيزيوثيرابيست. بس شو اللي عمل منك هالإنسانة يلي إذا بد يعني شو اللي ما غيرك؟ خلينا نبرم الواحد، شو اللي ما غيرك؟ ليش ما انغريتي بالشهرة؟ بفترة من الفترات كنت يعني وما زلت نجمة على التلفزيون، كنت عم تقدمي أهم البرامج، كان عندك عروضات من كثير من الشاشات، نقلتي بأكثر من شاشة، ليش؟ يعني شو اللي بخلينا تضل اجرينا على الارض هي مام؟ ومره سمعتك عم تقولي ربما مرات شهرة بتكون ملعونه، يعني وكانه في عمل شيطاني. صحيح، لانه ممكن تخسرك نفسك. يعني بتخاف اوقات لازم يضل واحد راسه على كتافه. بتذكر والدي اول ما بلشت انعرف باستوديو الفن واشتغل، هلا انا يمكن لانه كمان اشتغلت على خشبه المسرح، الثقافه المسرحيه علمتني كثير، بتثبت لك اجريك بالارض. ايه بمونبلييه بفرنسا استاذي جاك بيولاس يعني كان يقلنا قبل ما تستحقوا تطلعوا على خشبه المسرح يلي هي مقدسه، بدكم تبلشوا تكنسوا المسرح، بدكم تقعدوا فتره تقطعوا تكوتي على شباك التذاكر، بدكم تعملوا ماشينيست بالكواليس، يعني الضبط بوتشيله وتحطوا قبل ما تطق يعني اجركم الخشبة. كان يقلنا انه هو مكان هيكل مقدس، يا بدك توضع على راسك مثل المسيحيه، يا بدك تخلع حذائك مثل عند المسلمين. يعني كان يفرجينا انه هيدا الشيء يستحق، مش مين ما كان فيه يوصل له. يمكن هيدي كمان من سقيفه البيت. بتذكر وقت بلشت باستوديو الفن اجي لعند بيي قال له هيدا عرفني وهيدا على الطريق اللي هيك وهيدا، قال لي هيدا واحد واثنين قال لك، وشوفي شو في عالم التقيتي فيهم وما قالوا لك شيء. يعني يمكن ما تكوني
أنعتيهم أو حبوك أو يعني كان يضربني الكف النفسي إذا بدك تيقل لي عمهلك روقي نفسي هالبالون الغازي يلي حبوك وما حبوك. إنه بعدين صرت أفكر أنا إنه طيب ياما في عالم مدراء ببنوك أمهات ببيوتهم مثل هاد الشامي رب 12 ولد وهي ما بتعرف تفك الحرف أبطال وعندهم بيستحقوا كتير انه الواحد يقدرهم وما عم بيتقدروا انه شو هي هالشاشة يلي عم تفتح لي مجال طل على العالم ويشوفوني وبعدين انه هيدا شغلي بالنهاية وعم بقوم فيه. نعم شهادة تانية. نعم يا مرحبا ميلاد. مرحبا هامو. هيك معودين نعيط لها بالبيت. حبي اختي اتمنى لك من كل قلبي انك تاخدي حقك وتقديرك اكتر واكتر بهالبلد، لأنه عن جد مواصفات الإعلامية الناجحة كلها موجودة عندك، من الحضور للرصانة لاحترام الضيف للثقافة بالحديث ولمستوى بالحوار ما له بديل، والكل متفق على هالشي. فليش ما بتبيني أكتر؟ يعني بعرف أنا للأسف بهالبلد تعودنا أنه بهالجو الإعلامي والفني أنه مش كل شخص بيستحق الصدارة والتقدير هو اللي بيكون عم يشتغل أو اللي بيلاقي حقه، وفهمكن كفاية. بس أنا اليوم عندي خبرية كتير حلوة لإلك. ما معك خبرة، أنا اللي بدي زفلك إياها. حذري شو أختي. هاي ربحت اللوتو. لك إيه ومش حيلا جايزة الجايزة الكبرى وملوين الدولارات. إيه هلأ ما حدا معه خبر، هيدا هلأ سكوب على الهوى. بس سؤالي لإلك هيك، أنا بدي أعرف كيف بدك تقسمي هالثروة، كيف شو وين بدك تحطي مصرياتك، وين بدك تقسميهم بشو، وبدي أعرف في حصة لمشروع تأسيس شركة إنتاج. هيك بتفشي خلقك بالكتابة وبالتمثيل، وبيني وبينك بتفشي لنا خلقنا. بوسك باي. شكرا للممثل نغم ابو شديد، الله يخليكم لبعض. يعني نوجه لها كثير تحيه كمان. هي خير ممثله على 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 الشاشه. لو ربحتي هالمليون دولار شو حتعملي فيه؟ اوف لبكي بيني وبينك. لبكي. يعني انا بحس انه اوقات المال كمان ممكن يكون نقمه مش نعمه. يعني عن جد اعطينا خبزنا كفتا يومنا، لانه الواحد او كفافه يومنا كل واحد بيقول شيء. لانه إن كان معك مليون أو مليونين أو 25 مليون، إنه بالنهاية شو بدك تعمل فيهم؟ ما حدا ياخذ معه إلا هالقلبة يلي بيقعد فيها. المهم ما يعتز الواحد حدا. هلا إذا ربحت مليون بفكر أكيد إنه تعملي مشروعك الخاص. كانت عم تقول هي عم تقول عن شركة إنتاج، لأنه هي عم تقول إنه أنا ما أخذت حقي. أنا بعتبر إنه نوعاً ما قدرت أحقق الأشياء اللي حب أحققها مثل ما أنا بحب أحققها. يعني يمكن لو بدي روح أكثر بنرجع نوقع باللي كنا عم نحكي فيه سابقاً، إنه كنت عملت أشياء ماني مقتنعة فيها بس حتى أشتغل أكثر وطلع مصاري أكثر وانعرف أكثر. مش هيدا كان هدفي بالحياة. بس هي مثلا كمان ممثلة نغم، لأنه هي تحصيلها العلمي جيد جدا، يعني دارسة بأهم مدارس العالمية بكور فلوران، ودارسة باللغة الإنجليزية والفرنسية التمثيل، يعني مش بس باللغة العربية. عن جد مش لأنها أختي نغم بس ما أخذت حقها وبتستاهل. بقول أنا كنت دايما أقول أخ لو معي مصاري يا أختي لحتى أعمل لك مسلسل عن جد يشوفوا بالنهاية شو عندك طاقات قوية. وعندي مشروع، يعني أنا إنسانة عم فكر فيه، بقول إنه رح بلش فيه معي أو ما معي المليون أصلا، وربنا بيعين وبيساعد. عندي هونيك أرض صغيرة بالبترون حابة إنه عمر فيها كابيلا لسيدة عذراء ما عنا منها بلبنان. نحن قدي السيدة يعني مكرمة ومريم العذراء، وتوحد العيد يعني بين المسلمين والمسيحيين على عيد البشارة. بس هالسيدة اللي هي بتحل العقد لفيرج كيدفيلي نو اسمها، يلي صورتها جميلة جدا، بتمسك شريط حياتك المعقد وبس يمرق بين ايديها من هون بيطلع مفكوك. هيدي ما عنا منها بلبنان. بقى أنا بحاجة لها كتير. يعني أنا عنا عقد. حابة إذا يعني بقدر أعمل كابيلا صغيرة وأعمل نوع من مزار مطارح، يمكن يقدر الواحد يطلع مسلم مسيحي شو ما كان، سياسي مش سياسي، يعمل نوع من رياضة روحية تيقدر يرجع يلاقي نفسه. لأنه عم نعيش كتير بصخب مزعج، أوقات كتير ما عم نعرف نلتقى مع حالنا. هلا بلشوا اللبناني حضروا لك ليحة بين الناس اللي لازم يطلعوا لفوق. يلا فاصل ومنتابع ناس وناس مع هيام أبو شديد.
عودة لمتابعة ناس وناس مع ضيفتنا هيام أبو شديد على الشاشة. عم تشوفوا عناويننا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشكورين على كل تعليقاتكم. هيام، قبل ما أدخل أنا وياك لفقرة شوي لورا ونشوف بعض الصور عنك، في سؤال ربما يمكن كتار بيسألوه، أنه هيام أبو شديد اليوم ومبارح وبالسنوات الماضية تقريبا طليتي على عدد كتير كبير من الشاشات، ويمكن السؤال أنه كيف شخص هالقد بيقدر يتنقل بين شاشة والتاني، يعني ام تي في، ال بي سي، اوربت، روتانا، صحيح، الحره، ام بي سي، سات 7. مزبوط، صحيح، منيح حولك او مش ما بعرف اذا شغله جيده او مش جيده، بس يمكن لان انا كثير حره، يعني كثير بحس حالي هيك متفلته من الاشياء اللي بتحجمني بتضبني بمطرح وقت اللي بحب اعمل برنامج وبكون عم حطه معينه، ما عندي مشكله اني اعمله. بتذكر الله يرحم الاعلامي الكبير اياد شراره، يعني نحن نقطه بحره، بس انه كنت انبسط فيه انه يطلع على المؤسسه اللبنانيه للارسال ال بي سي، وبعد جمعتين يكون مثلا على تالي اللي بقى عم بيقدم برنامج، يعني كان انسان حامل قيمته هو كاعلامي وعم بيطلع من محطه لمحطه. هلا انا ما قصدتها، يعني ما انا شغله مدروسه عندي او خططت لها، اجت الظروف والامور بهالطريقه، وانه بحسها انه جيده، يعني جيده مباركه. طيب خليني انا لك نقلب الصوره، برأيك الإنسان يعني بعد الطلاق الأول بيصير بقية الطلاقات أسهل؟ يعني بعد مثلا الطلاق مع الـ LBC صار الطلاق مع الـ MTV أسهل؟ ليش طلاق؟ منه طلاق، منه طلاق. لا أنا ما بحس حالي طلقت الـ LBC أو طلقت الـ MTV أو طلقت الـ MBC أو، يعني بالعكس ليه ما بتقول مثل الفراشة مبسوطة عم تاخد من زهرة لزهرة. والانتماء، يعني الانتماء الإعلامي، أنت كنت من الناس اللي بتدافع كتير عن حريات الإعلامية، الحرة، نسينا الحرة، والحرة كمان، على الحرة كمان. طب مش حلو كمان يشعر الإنسان بربما انتماء لمؤسسة معينة، لقضيتها، لمواقفها؟ أكيد، بس مش حلو كمان يحس حاله معلب، يعني أنه أنا عندي انتماء، يعني بحس حالي منتمية للإعلام اللبناني ككل، وحس حالي منتمية لقناعاتي الإنسانية والإعلامية اللي بقدر مارسها ببرنامج معين، بمحطة معينة، عبر موضوع معين. يعني ما بحس على حالي أني لا عم طلق ولا عم خون، يعني بحس على حالي مرتاحة إن كنت بالمؤسسة اللبنانية للإرسال أو بالMTV كانوا يقولوا لي أنه تركتي هون ورحت لهونيك، يقول أنا تركت بيت أهلي ورحت على بيت زوجي، لا بطلع من أهلي ولا بنكر زوجي. يعني بالنسبة لي أنا سعيدة أن يكون بهالمطارح، لأنه بحب هالناس، بعرف أتعامل معهم، والبرهان أنه وقت كنت بالMTV ولأني تركت بدون طلاق يلي عم بتقوله، يعني ما كانت التركة سلبية، كان وقت طلعنا حكينا مع الشيخ بيير الظاهر، وكانت وقتها المحطة ما عندها سياسة انتاجية، وقالنا أنه إذا عندكم شيء تاني حابين تعملوه أنا هلأ ما عندي شيء أعرضه عليكم، لأن احنا مش ماضيين، كنا كونترايت، كنا يعني بالأملية بقى، مش هيك رحنا على الام تي في، مش انه طلقنا. جمهور بحكي عن حالي، يعني انا بتذكر كثير منيح انه الشيخ بيير الظاهر وقتها سمح لي اني اجي شارك باستوديو الفن، اعطي مجسم باستوديو الفن، شاركت مع الزميل مرسال غانم بحلقه عملها هو شوف الفرق وما تفرق عن الاديان، شاركت، وافق انه تشارك معي بجدل برنامجي على الام تي في، كان معي نوال الزغبي، باسم فغالي، مع انه كانوا هن ماضيين اكسكلوزيفيتي، يعني حصريه للال بي سي، يعني ضليت على تواصل وعلى اتصال، وبالنهايه نحن عم نشتغل عالم الاتصالات والكوميونيكاسيون، وهو أجمل شيء أنه يريد فينا نوصل لمرحلة عن جد الإعلام يكون عم يشتغلوا كلهم سوا، لأنه هيك هي صايرة الأمور، من ما يكون كل واحد عم يشتغل ضد الثاني. نعم، رح نشوف، نرجع لورا. هي صورتك. ايه انا والماما. انت وصغيري مع والدتي. والدتي. ايه صحيح، هون صغير صغيري، يعني فارة كنت. ايه. انه بعدني كم شهر. متأثرة أكثر بوالدك أم بوالدتك؟ والله باثنين، يعني كل واحد عنده تأثيره على الثاني، والدي تأثرنا فيه مثل كل فتاة تتأثر بوالدها طبعاً، يعني بس أمي نعمة بحياتنا، لأنه والدي كشاعر كان أخوت شوي، عنده هالحرية الزائدة اللي ممكن توصل للانجراف إذا ما في الضوابط اللي حطتهم والدتي، يعني هيدي اللي عملوا بين بعضهم توازن جيد أنا بعتبر، لأنه تصور أنه والدي مثلا كنا صغار 4 بنات نحنا، يحطنا بسيارته الكشف وينزل يحملنا الكرونومتر، يعني الساعة حتى نمرك، الله يعمل سبق على طريق بكفية تيشوف قدي بياخد الطريق هو، لأن كان يبقى أيام سبق،
يعني ما كان يقيس اوقات عواقب الخطر يلي كان يحطنا فيه. بعكسه والدتك. والدتي هي كانت الضوابط. وهيدا هي الشخصيه يعني اللي تشكلت اللي تشكلتي منها هي اللي بتجمع اثنين، لانه انت شوي مجنونه يعني بعض صحيح. المرات فيكي شيء شعطاء وبنفس الوقت في رصانه وفي هدوء. صحيح هي بفتكر منيحه، مثل والدي كان يعطينا كمان الثقافه الشرقيه اكثر، يعني كان هو يسمعنا رياض السنباطي، ام كلثوم، اسمهان، مع انه الوالده بتحب كثير اسمهان، بس الوالد فيروز، الرحابنه، زكي نصيف، الامام وهبي، اللي شوير، يعني كان ياخذنا بهالعالم. الوالده عازفت كمان، فهي كانت اكثر تاخذنا على الثقافه الموسيقيه الغربيه. غربي. رح اشوف صورة تانية. انا سهيل هون كانت فترة الخطوبة. هي بفترة الخطوبة. نعم، يعني خطوبة انا ما حطينا محابس، بس هيدي الفترة اللي كنا عم يعني نتعرف على ترجع بعض. ترجعي لصوريك بالبيت؟ ترجعي لصورك؟ في اوقات ايه بحب، اوقات تحسي بحاجة انه الواحد يرجعي لذكريات. بنبسط فيهم تعرف، لانه بالاخص وقت شوف اولادي هن وصغار بفرح قد الدنيا، يعني هيك بصير حس انه حلو بتعرف ذكريات جميلة، يعني بس شرط الواحد ما يوقع بالنوستالجيا السلبية، يعني بالياريت وبال يعني لازم تكون على طول هيدي تتذكر انت من وين جاي وقديه كنت هالمرحلة مثلا سهيل وانا مرحلة حب وغرام وهيام. يعني لازم الواحد يضل يتذكرهم هول الاشياء الحلوة. بيخلص يعني مع الوقت، دايما بنسمع انه يعني بعد سنوات كمان من الزواج بيقولوا بيتغير الحب، بيتبدل. اكيد يعني بيكون الواحد عم بيكذب على حاله اذا قال ما بدي اقول على الناس شو بدي بالناس، انا بيهمني انا وزوجي. يعني 25 سنة زواج اكيد مش مثل وقت اللي بتكون بعدك باول الطريق، ما في شك، بس طالما الركيزه موجوده وباني على على أسس متينة، يعني بتهز الشغله بس ما بتوقع. يعني ما بتوقع. عرفت. لا صورة تانية كمان، هي صورة البابا. يا حياة قلبي، يا حياة قلبي. هذا الصبي عنده توحد. عنده توحد يلي قرب. هذا الصبي عنده توحد. الصورة أخذت كثير من الضجة والفيديو حتى كمان. يعني أنا حطته عندي على الفون تبعي على الايفون. شو يعني شو سبب، شو أثر هالصورة عليك؟ أنا بحب يعني بهيدي العلاقة اللي عملها البابا فرانسيس مع هالولد، هالعفوية، هالانفتاح، عن جد بتحس انه عم بينفح على الفاتيكان. روح الله، روح القدس عم تنفح على الفاتيكان من يوحنا بولس الثاني وصولا لفرانسيس. بتحس انه هي صورة يسوع الحقيقية، مش هيك الكنيسة يلي اركايك، يعني يلي شو بيقولوا تقيلة وبعيدة عن الآخرين. هيدي اكبر دليل، دعوا الاطفال ياتون الي، بيقول يسوع المسيح. اليوم احد الشعنيين. ايه ليك يعني ايه مثلا هيدي هي الكلمه يلي لازم تنقال، انه هو عم بيعيش المسيح يلي هو مفروض يمثله على الارض. كمان صوره رح منشوفها. اوف، هيدي ست نسب. هلا هلا عم نصور. ياسمينة اندر برودكشن. نعم فينا ياسمينة. نعرف شوي عن العمل. ياسمينة كاتبه الكاتب العظيم مروان العبد. الله يقدم له الصحه، وإنتاج فينيكس بيكتشرز برودكشن، وإخراج إلي معلوف، والبطولة لكارول الحاج، لباسم مغنية، الحاج نقولها دانيال، رندا الأسمر، فادي إبراهيم. يدلي أنا بدي أنسى عالم يا ربي، في عاطف العالم، في نعمة بدوي، يعني في عالم دخيلكم أحسن ما أكون ناسي حدا. عم زارب تذكري اللي أنا بتعاطى معهم، هي قصة نسب عقيم الأتراك، تاريخي هيدا، مكتوب تقريبا من شي 15 سنة. نعم. وهلا حبوا يرجعوا يعملوا، وانغرمت انا كثير بدوري وانغرمت بالقصة. يعني انا عم بقرا صرت اتشهى، بدي صرفي اعرف شو رح يصير، شو بده يصير بقى، لانه في مواقف وطنيه وفي مواقف تاريخيه وفي مواقف انسانيه وعاطفيه كثير قويه. رح اشوف اخر صوره. يي هون عم بحلو بالبقره. ايه احساس غريب الشكل. وين هاي الصورة؟ هيدي الصورة مع مروان نجار وقتها، عائلة متعوبة علي. عائلة متعوبة علي. كنت عم بعمل أنا دور عمتي أليس. هي هيدي عمتي أليس اللي عم تحلب البقرة مش أنا يعني. إيه بس، وهلا بدي أحلب المزايا بياسمينة. بياسمينة؟ إيه هلا ما بتعطل. ليش قلتي لي إحساس غريب؟
أول مرة لأنه يعني البقرة حجمها كبير كتير وبتخاف وقت بتوصل هيك على إجريها يمكن نحن مش متألفين معها أصلا كحيوان يعني صحيح إنه في بعد في جفا بيننا وبينها إجا صاحب البقرة أكيد يعلمني لأن لازم تكون المشهد إنه أنا عم بحلب بالبقرة مزبوط يعني يبين إنه عن جد في حليب وإنه أنا اللي عم بحلب مش إنه حدا وقط على إيدين حدا تاني. كان الإحساس كتير جديد من نوعه لأنه اكتشفت أول شيء دفى الحلمة سخونة الحليب. بتذكرت انه من قديم كانوا يشربوا دغري من 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 يعني وسيح حلبه مش مثل هلا بيضلوا مسرسبين وبيغلوا الحليب كان احساس جميل يعني حسيت انه عن جد تعاطفت معه وحبيتها ما عاد خايف منها. فقرة تانية اسمها شي مرة فكرتي. شي مرة فكرتي هي انه ما كان لازم تكشفي كل هيك اوراقك الشخصية امام الجمهور بحياتك المهنية؟ مثل شو؟ خبرتي بتخبري عن طفولتك، بتخبري عن ازمات تعرضتي فيها، بتخبري حتى تحرش الجنسي عن تحرش الجنسي، بتخبري عن هواجسك حتى ببدايات يعني زواجك. لا بتعرف لان انا بحس انه اللي ما بستحي فيه قدام الله ما بستحي فيه قدام الناس، وبالعكس يمكن التجارب اللي مرقت فيها ممكن تساعد اشخاص تانيين يقدروا يشوفوا صورة معينة تساعدهم هن يقطعوا مراحل أو صعوبات مرئين فيها. كنا عم نحكي قبل عن القيم، يعني إنه حكينا عن القيم. شي مرة فكرتي لو تخليتي عن هالقيم شو كانت أبواب ربما انفتحت أمامك؟ أبواب جهنم أكيد. هالقد واضح. أكيد أنا هالقد واضح عندي. أكيد أكيد أنا ما بندم ولا ذرة يعني ولا نقطة. بقول إنه يا ريت هالمرة ساومت بهالموضوع. ما في مجال، ما في مساومة لأنه نفسي ما فيها تتلطخ بأمور أنا غير مقتنعة فيها. شي مرة فكرت أيام لو عندك القدرة تسمعي حدا شو عم يحكي، مين بيكون هالحدا؟ تسمعي جواته تلصص؟ نو، تسمعي جوات عقل حدا شو بيفكر شو عم يحكي. ما بفضل لا، لأنه هيدا نوع من فيوريزم أو تلصص هالقد ما وهيدا إعلامنا الحالي هو هيك إعلام تلصص، مين قال عن مين وشو قال عن تاني وليك ظهرت مع هيدا وبيقولوا عنك هيك وشو بتقلي له، يعني عم بغزوا فينا هالغريزة. يعني الإعلام مفروض يصيب يا العقل يا العاطفة يا الغريزة، فيها تكون غريزة جنسية وغريزة تعنيفية يعني إيطالية. هيدي بحسها نوع من تلصص، يعني الام بتطبص الولد على قفاه وبتقول له عيب اذا عم بجرب يتطلع مثلا عند الجيران يشوف شو عم بيصير جوات البيت من ورا الشباك. نحن عم بغزوا فينا هالغريزه هيدي، وانا ما بحب اعرف شو عم بيصير براس التاني، بحب اعرف شو عم بيصير بقلبه اكثر. فاصل وبنرجع على ناس وناس وحوار من القلب للقلب مع هيام ابو شديد. منتابع ناس وناس مع ضيفتنا هيام ابو شديد. هيام رح ادخل انا وياك لفقره اسمها قالوا عنك، هي عناوين صحفيه مش قيل وقال. قالوا عنك. رح نشوف على الشاشه اول عنوان هيام ابو شديد، الحريه الاعلاميه يجب ان تكون مسؤوله. اكيد كل حريه مش بس الاعلاميه. فكيف بالحال الاعلام كمان وقت بتكون انت مؤتمن على نفوس على عقول على أشخاص عم تتوجه لإلهم؟ أي مسؤولية اليوم عم تحرك الإعلام؟ والله ما بعرف أي مسؤولية. هلأ شوي بتحس أنه كل إعلامي هو عم بيكون مسؤول عن كلامه وعن الصورة يلي بده يوديها. أنا هيك بحس يعني في شوية سياسة استهلاكية قوية بالإدارات، عم بيفكروا كتير بالمادة أكثر من التجارة، لأن التجارة حلال إذا الواحد بيمارسها يعني بطريقة الأخلاق. بس وقت الواحد ما بيفكر إلا بالمادة بالفلوس بالمال في خطر، يعني انه الواحد يقبل يعمل شو ما كان لانه هالشي بدخل مصاري. نرجع على فكرة الدعارة الفكرية فكري. رح منشوف عنوان تاني هيام ابو شديد، وانا كمان كنت اكره جسدي. اكيد لانه الواحد بيمرق بمرحله بالمراهقه بيكون تعبان بحاله، تعبان بجسمه، تعبان باجريه، بشكله، بدينيه، بانفه، بكل شيء، يعني لانه هو مش مرتاح، لانه هو ما لاقى حاله. يعني لو بده يكون الواحد، تفاجأت انا بعدين انه جميلات من العالم كانوا ينزعجوا إيه من طولهم. انا انزعج من قصري انه ما حدا راضي بحاله، يعني عرفت 100% انه بالنهايه الواحد بيكون عم يفتش على نفسه. قريت عنوان هذيك اليوم سيندي كروفورد عم بتقول انه يا ريت، بتمنى كنت يا ريت انه كنت انا سيندي كروفورد يلي كنتوا تشوفوها. شفت كيف؟
اوف يعني شو هال شو هالكف. انت اصلا بهذا المجال يعني انت بتعلم الواحد يرتاح مع حاله يعرف يكون هو عم يتناغم ويتجانس مع قناعاته ومع مع هالقد. بس مرات الصوره اللي بنعكسها مرات على الشاشه على غلاف مجله بالناس بتكون منا هي صورتنا الحقيقيه هالقد في هال إيه مش منا صورتنا هي صورتنا بالنهايه لأ بالنهايه نحن. بس مثلا انا بلتقى بناس بدهم ياني ان يكون مثل ما هلا طالع معك كضيفه او مثل ما بقدم برنامجي. نحن هلا حاطين ميك اب يعني في تبرج في شعر في اللبس في طريقه الحكي انه حكما مش مثل وقت بتكون سيده نازله على المحل تشتري خضرتها جايه بدها تطبخ لعائلتها او نازله لابسه زحف حاطه عويناتها مش حاطه اللانسز العدسات اللاصقه. يعني اوقات بيتفاجئوا وبحس بعيونهم في خيبه امل والبعض بالعكس بيقولوا يي شو صغيره وشو مهضومه ويي شو مثلنا انه اكيد مثلكم انه انا ماني جاي من كوكب اخر. بتبرري يعني بتبرري انتحار بعض المشاهير لانه الحياه ما عادت تنطاق بالنسبه لهم لانه ما قدروا يكونوا بالتناغم بين هالصورتين صورتهم بالنسبه للناس مين وبالنسبه لحالهم. يعني مش لانه ما قدروا يكونوا بالتناغم كلنا عم نعطي صوره هلا في فرق بالمقياسات يعني بين انه داليدا ومارلين مونرو ونحن محليا غير لا لانه البعض غير يعني كل المشاهير كل الناس بتطل على مواقع حتى على التواصل الاجتماعي. صحيح. انا مره كتبت قلت انه يا ريت الناس هيام بتكون عن جد من جوا سعيده قد ما بتبين سعيده على الفيسبوك. صحيح. وعلى تويتر. يعني هيك انا بعتبر انه هولي كمان بخوفوا لانه هولي ممكن تكون وسيله غرقك لانه عم بعيشوك بعالم افتراضي منه العالم الحقيقي وعم تعمل لحالك كم لايك كم لايك انه حتى يعني الواحد يقول انه كلهم شافوا صورتي او كلهم. اوقات انا بكون بدي احط شيء علق على شغله بالجمحاله يعني بقول لا ما بدي فوت بهاللعبه ما بدي جاوب لا رح يصير في قال وقيل عبر هالوسيله. بس عم بستعملها اكثر لحتى روج لبرنامجي لحلقه للناس تعرف يعني لان لازم يكون في هالتواصل. بس بالنسبه للفنانين يلي بينتحروا مش لانه مش عم يقدروا يكونوا الصورتين يلي عم يشوفوها الناس. بينتحروا من قله الحب من قلة الحب. ايه وقت الواحد ما بيلاقي حب حواليه وقت بيكون ما عنده اصدقاء مثل ميمو مثل مثلا نغم اختي مثل عائلتي مثل ولادي كندا ونديم مثل جوزي سهيل مثل والدتي الله يطول بعمرها مثل الناس الطيبة اللي حواليك اللي بتقدر يحبوك تحس بحنيتهم وقت بتكون انت عم تنزف من جوا وقت اللي عم تكون اكل كدمة وعندك ازرقاء بروحك من جوا بدك ناس مثل هول حواليك. اذا هني ما لقوهم حسوا انه هالناس ما بحبون الا لانهم معروفين بحبوا الشهره اللي فيهم. صحيح. هون الشهره هل بتكون لك ملعونه ملعونه ساعتها. يعني غريبه هالدنيا يمكن في ناس هلا ويمكن بنشوفهم على الشاشات وقد يخيل لأنه أنه عندهم ملايين من المحبين. سمعت بهيدي الست بسويديا اللي دفعت 10,000 يورو لشركه حتى ينتحروها عملوا لها موت رحيم وهي منا مريضه هي بكامل صحتها وقواها العقليه. كتبت انه هي عندها اهلاتها ما زال ما عرفوا فيها انه ماتت لبعد جمعتين ثلاثه تستفقدوها. قالت من قله الحب رح نشوف اخر عنوان. نعم. هي ما بشيد العرب يحبون الدراما اللبنانيه ويتابعونها عكس ما بيقولوا مع انه صار في محاربه للدراما اللبنانيه وما فينا نتخبى بخيل اصبعنا. اوقات كثير وقت يروح المنتج اللبناني يحط الكاسات على الطاوله يقول لهم هذا مسلسل لبناني يفتحوا الجرور يكبوها بالجرور ويسكروا الجرور قدام عيونه للمنتج خبرني اياها انا مش رح اقول مين هو لانه تما نسيء له يعني بالشغل. صحيح يمكن مرقت بمرحله ما كانوا مأمنين فيها اضطهدت الدراما اللبنانيه كان في اضطهاد. بس ما ننسى انه هذا كان من تلفزيون لبنان انطلاق الدراما اللبنانيه وقت كان تلفزيون المشرق كمان. يعني نحن عالم بحبونا المشاهد العربي بحبنا. هلا اكيد ما عندنا الامكانيات نفسها لان نحن دولتنا ما بتدعم الدراما. والمنتجين يعني عم بيجاهدوا وانا عن جد بدي اوجه تحيه كثير كبيره للمواطنين اللبنانيه اللي هن اكبر منتجين للدراما. هذا اللي بيفتح بيته تنصور عنده ومننام بتخته ومناكل بمطبخه وبيفتح لنا مكتبه تنصور والمستشفى اللي بتفتح لنا بوابه يمكن المستشفى بتعمل دعايه لحالها بحطوا لها. بس انه اللي بيفتح بيته ومكتبه وبنصور بشرشفه بتخته وهيدا ما يقبض ولا قرش هو اللي ناس لولاهم هن مثل هلا مثلا بياسمين او بغير مسلسلات ما كان في دراما لبنانيه. لا المنتج شو بده يعمل تيعمل يعني عن جد هالعالم ترفع لهم قبه على انه هن عم بيساهموا كمان بالدراما اللبنانيه انها تضل واقفه على اجريها. حلو كثير. رح ندخل لفقره ثانيه اسمها أغانيك بنشوف الأغاني اللي بتحبيهم وبنسترجعهم. نقينا ثلاثة. أوكي. يلا بسمع أول أغنية. يلا.
بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق. بكرة بتحزنك؟ كانت تحزنني. هلا ما بتحزنني، هيك كنت اول طلعتي غرام وحب من طرف واحد. ايه هيك صير حس انا انه ليك انه هي قديه يعني حافره هالحب وهو عرمل الطريق، وقديه هو انه بتروح بهبه نسمه بيطير هالرمل وبيروح يعني عن جد. وبعدين بس تحكي عن المزهريه انه هي هديتها وهي هديته حلوه كثير. بعدين صوت فيروز يعني بفوت بقلبك بيوجعك قد ما انه حلو بيوجع. بس شو بتسميها الحاله؟ هي حب من طرف واحد؟ هي شو هي؟ هيدي فتره المراهقه، بس الواحد يكون لو الحب من طرفين بده يفتش على الوجع بالحب حتى يختبره الحب يعني بالوجع. بده يختبر هيك الليالي اللي ما بتنامها والدمع السخن على مخده هلا قول بفكر بطل انه كتبت على الرمل وهيك مثلا بعت لك مست كول ما رديت او هيك صار هلا بيطلقوا على الواتساب على الواتساب حنسمع اغنيه ثانيه كمان هي. انا عم بحلم ليل نهار بالورد المريان ضرار، انا عم بحلم ليل نهار بالورد المريان ضرار، طق طق جمورك مسكر بالعطر المشوار، انا عم بحلم. بعدك بتحلمي هي؟ هلا عم بتذكر شغله انه انت كنت عم بتقلي انه ولا مره ندمتي انه يمكن كان فيك تنتشري اكثر او تنعرفي اكثر، او هيدي اخذتها من بيي هو كتب انا عم بحلم هي القصيده لإلي ابو شديد لوالدي وغنتها مجد الرومي وتلحن له عطل جوليا ولراغب علامه يعني لحن زكي نصيف وملحم بركات ونور الملاح. يا قصص عم تكتب اسامينا او وقف يا زمان، وقف يا زمان من احلى الاغاني. وفي غيرها كمان لمجدة اللي بدي اقوله انه كمان والدي مع انه هو صاحب المدرسه الثالثه بالشعر اللبناني يعني معروف فيها كمان ما اخذ حقه لانه ما اراد ياخذ حقه بالطريقه اللي سيدي او ريجي يعني هو ما كان يبيع كتاب، ما كان يعمل امضى لكتابه، وما بيبيع قصيده، ما في قصيده غناها مطرب او اخذها فنان تقاضى اجر عنا. ايه هلا يمكن غلط، بس هو كان يقول لي انه فني مش للبيع، يعني انا اذا ما اقتنعت بالصوت اللي بدي اعطيه ولا ممكن اعطيه. وما كان يعمل امضى لكتابه حتى يبيع الوف الكتب، كتبه كانت تفضى من السوق لانه يعرفوا انه إليا ابو شديد نزل مجموعه او او كتاب. يعني بفتكر انه هيدي بالنهايه هي قناعه منه. هي قناعه بتصير عنا اخذتها منه. تحيه لإله. من القصائد المحفوره ببال كل الناس واللي فيها كف بس فيها كمان فهم اخر للحياه هي تراب. هي تراب قصيده تراب هي تراب يعني هالدنيا هالورشه يلي مثل ما شايفها في تراب باقي تراب وتراب عم يمشي. يمكن هيدا اختصار لهالانسان للحياه. فلسفي وكان عمره 18 سنه وقت كتبها. ليك من اي ايام يعني كان عنده هالوجع. رح نسمع كمان اغنيه اخيره كمان؟ يلا اغنيه ثالثه. ريفي انا قصي بالرعب ليك احلم وريفي بارتي الشجران دي ديبار بريلي دون قصي بالفياف بارتي ريفي جاك بريل رائع يعني الله يرحمه كمان من الشعراء الرائعين وبحب اغنيته كلهم يعني بحس يا ريت قدرت اشوفه مره على خشبه المسرح عم بيأدي اغنيته لانه كان يعيش الاغنيه بشكل رائع يعني تحس انه شاعر عم بيعيش الكلمه غير انه مغني يعني. هي عم سالتك السؤال ورجع بساله بكرر لانه في بعد في احلام براسي اكيد يعني ولا بدي انتحر بعدنا عم نحكي اذا ما فيها الحب اللي حواليك وهالحلم يلي بيحملك اكيد انك بتفقد نفسك
يعني مش ممكن الواحد هلا البابا فرانسيس هذا ما عم بيحلم؟ شوف موديله ما اهضمه، يعني كيف بتحسه يعني بيلي عم بيعمله، بيلي انه في حلم في 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 فرح حامله، في اكيد لازم في باب جديد عم ينفتح، ولا بتصير حياتك كابوس بدك تنقي بين الكابوس وبين الحلم، بين الحلم. بعد الفاصل اخر قسم من ناس وناس حاسال عن هالهم الاجتماعي اللي حملته هيام ابو شديد، ليش وين منبعه وليش يعني مناصره ومناضله بعدد كثير كبير من القضايا الانسانيه ومع عدد كبير من الجمعيات. بعد الفاصل. عودي لمتابعة ناس وناس، القسم الأخير مع ضيفتنا هيام أبو شديد. الهم الاجتماعي ما غاب عنك على الشاشة وتحت الشاشة. نعم. أنا شخصيا بعرف قديش بيوثقوا فيك الناس، قديش بيحملوك قضاياهم، يعني أكثر من مرة ما بدي يكون عم زايد على الهوى، بس بعرف قديش ناس حملوك مسؤولية باتصالات، شو منعمل؟ نعم. شو منعمل؟ أنت قرري، نحن بنمشي مثل ما أنت بدك. وهذا تأثير على الشاشة أنا لازم أقوله لأن بعرف شو عم بيصير يعني. نعم. لإلك والتقدير يلي بيحبوك فيه الناس. ليش الهم الاجتماعي ملازم لمسيرتك الإعلامية؟ لأن هو الأساس. مين المجتمع؟ هو الشخص، هو الإنسان. شو نحن بلا إنسان حياتنا ماشي، والسياسة الحقيقية هي المجتمع. يعني أنا ما بأمن كتير ببرامج سياسية، بأمن أكتر بالبرامج الاجتماعية، بحس إنه هي اللي بتزعزع الركيزة المضبوطة، وهي اللي بتقضوا بالطاولات، وهي اللي بتعمل سياسة حقيقية بالبلد. هي إذا ما بدنا نعمل إنه توك شو يعني نطلع منه مصاري، لأن في أوقات بتعمل برنامج اجتماعي على ظهر المشاكل عم بتطلع مصاري وتبكي الناس، وبعدين بفوتوا على تختهم بينسوا القضية. أو حتى في ناس على الشاشة بيحملوا الهم الاجتماعي، بس تنطفي الشاشة ما عاد بيردوا على الجمعيات، يمكن أو يمكن مثلا بيكونوا حدهم بالصورة، أو لحتى يستغلوهم كمان إعلاميا. يمكن هيدا الشيء كثير من الجمعيات بيعانوا منه اليوم، إنه نحن استغلونا تنطلع على التي في كمان بتستغل قضايا وناس تبين بعدين، انه في كتير بيقولوا لك نحن مسجلين ونحن هيدا رقمنا، بتروح بتتحقق من الموضوع بتلاقي انه وهمي ومش مزبوط، طابعين دفاتر وعاملين لك وصولات. يعني لازم ينتبهوا كتير العالم من هالموضوع، يعني مثل ما اوقات الاعلام بيستغل الجمعيات بتستغل الاعلام وفيس فيرسا يعني، والضد صحيح، بس انه الاهم الانسان اولا واخرا. مش هيك هلا في اكثر من قضيه عم تشتغلي عليهم هي؟ اي صحيح، هلا حاليا عم بشتغل، انا طلبوا مني اكون عرابه مشروع عم بيقوموا فيه، هو دليل للصم، انه يقدروا بهذا الدليل قراءات روحيه ودينيه، عملتها جمعيه ليكوت الاصغاء مع الاب جون ماري شامي، واختار انه اكون انا يعني الممثله اذا بدك او العرابه لهالمشروع، لان انا من انا وصغيري بيعرف ابونا جون ماري انه انا كان صديقي الملازم بطفولتي نيشان، هو اصم. وكنت انا وصغيري اعلق عيوني على حركاته تقرا بجسده شو بده يقول، وهو كان حس انه عيونه معلقين على شفافه حتى يفهم شو بدي اقول له، فخلقت بيناتنا علاقه كثير جميله وضلت يعني كبرت معي. وقت عملت بجدل حلقه وقتها عن الصم، استقبلت وقتها وسام قسطنطين، اجى هو حكى عن حاله، يعني ما حطيت حدا يترجم، يعني كتبنا طبعا بعدين شو عم بيقولوا، انا حكيته هو حكاني بقراءه الجسد والاحساس. هيدا الدليل رح بيساعد لكان الناس أكيد لحتى بيساعدهم للتواصل. هلا عم يشتغلوا عليه وانطبعوا وكل شيء، رح قريبا يبلش الدليل ينزل لكل البلاد العربيه ان الله راد. واشتغلت بفيلم مع إلي بربيري المخرج، وعمر حرفوش ورحيل السيدة إثيوبية، عانت كتير بشغلة كمساعدة منزلية بلبنان من العنصرية ومن التعنيف، هي كتبت سيناريو فيلم وشاركنا فيه نحن ممثلين وممثلات مثل كارمن لبوس، جوليا قصار، صلاح تيزاني أبو سليم الله يطول بعمره، جان أسيس، وأنا شاركت، يعني عاملين فيلم عن قصص حقيقية عاشوها العاملات الإثيوبيات والإثيوبيين بلبنان. يعني هذا كمان الأجنب، بس هو أكثر رحيل كتبت عن الإثيوبيات لأن هي بتعرف من وقعهم ربما ومعاناتهم وقصصهم، بس بالنهاية بيعكسوا كل عنصرية وكل تعنيف، يعني صحيح مش بس الإثيوبية.
وعندي هلا فيلم عم صوره كمان مع عم صوره انا يعني عم بعمله اخراجه لبيتنا يلي هن طالعين من ايمان ونور يلي هن عم بيبنوا بيت لكل الاولاد يلي عندهم اختلاف فكري او اختلاف جسدي وعندهم تسلل صبغيه يلي هن يعني بيسمون تريزوميك وقت اللي بيتوفوا اهلهم اوقات كثير ما بيعرفوا حالهم وين بدهم يروحوا بكبونا اوقات بمؤسسات منا صالحه لالهم. بيتنا هو البيت يلي بيستقبلون والعراب لهالمشروع هو زميلنا ميشيل ابو سليمان. نعم. بس انا عم بعمل الفيلم يعني عم صورهم الفيلم لان قبل باربع سنين انا صورت لهم الفيلم تقدروا حصلوا على الارض فاستبشروا خير بهذا الموضوع طلبوا مني هلا تارجع اعمل لهم فيلم ثاني وهيك عم بيصير. نعم. هي من الفقره الاخيره ببرنامجنا من جوا بنطلع فيها من هالصندوق لنوجه رساله لبرا من جوا على قلبي. أيام كيندا ونديم كبروا صحيح كبروا صاروا شباب يمكن مثل هاليوم اليوم الشعانين كنت تحمليهم هالشمعات وتلبسيهم كبروا أنا كنت صورهم كنت تصوريهم مبين كان يحملهم كبروا بس للأسف مثلهم يمكن مثل كثير من الشباب اللبنانية ما نوم بلبنان لا كيندا بدبي ونديم بفانكوفر كندا يمكن كنت بتتمني لو اليوم كانوا هون أكيد أكيد بتمنى بس بالنهاية الأولاد هني بنقوا مستقبلهم ولازم نحترم قرارهم يعني منهم ملكنا الولد بتعلمه يحمي حاله وبتفلته ما فيك تضلك حد وتا أنت تحميه طيب يعني. لو في تمني هلأ وهلأ أكيد كندا وأكيد نديم عم يسمعوك لو في شيء هيك عبالك على قلبك من جوا تقولي لهم إياه هني توقيتهم هيك واحد منهم نايم والتاني واعي لأنه هي بدبي هو بفانكوفر يعني فرق الليل ونهار بس أكيد كندا ونديم بتمنى عليكم ماما أنه أكيد تعملوا حياتكم العملية والعاطفية وتسافروا وتكتشفوا بلاد بس تضلكم حملين لبنان بقلبكم صحيح كل ما تجوا أوقات بتنفروا بتقولوا كنا مشتاقين وبطلنا بدنا نرجع بس بقلكم لازم تحملوه بوجعه مثل ما حملنا بعضنا بس كنا عيلة بوجعنا ولا واحد منا كامل بطلنا واحد منا شخص من عيلتنا لازم نضل حملينه نفكر بالرجعة على لبنان وبتمنى عليكم انه كل شيء تعلمتوه من البابا سهيل ومني هالقيم تضلكم حاملين معكم وطنكم وقيمكم بقلبكم ما حدا يقشطكم اياها هي ما بشديد شكرا كثير لك شكرا انا كثير كنت مسرور وسعيد بتعرفي قديش محبتك كبيره عن جد وقديش يعني قديش علمتي بفكر وبقلب كل حدا حب هالمهنه ولما حكيت عن لمعة عيونك ببداية الحلقة لأنه هيدي اللمعة يمكن هي اللمعة اللي جذبتنا نحن كمان لحتى لنفوت لعالم الإعلام شكرا كثير لك شكرا لك بشكركم للي تابعتونا وبتمنى أنه تلاقونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة إلى اللقاء